الزهد أمر مطلوب، والله يحب العبد الزاهد. والزهد كما قال الحسن البصري أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن لا يتعلق قلبك بالدنيا أبدا، وإنما قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. والدنيا تكون في يدك، إن جاءت لا تفرح بها، وإن ذهبت لا تحزن عليها، هكذا. هذا هو الزهد في الدنيا. فقد يكون الإنسان زاهدا وهو غني، غني هو زاهد، ممكن فقير وهو زاهد أيضا، ما له شغل. الزهد لا شأن له بالغنى والفقر. ومن أزهد من ذكر سفيان الثوري، كان من الزهاد وكان غنيا، حتى إن تلاميذه قالوا له: يا أبا عبد الله، أنت من أنت في الزهد وعندك كل هذه الأموال؟ قال: حتى لا يتمندل بنا الملوك. يعني إذا صرت فقيرا أكون محتاجا، فممكن أتنازل عن بعض ديني. وإذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الكفر ولو كان الفقر رجلا لقتلته، لأن يذل الناس الفقر أحيانا. فسفيان الثوري غني عنده أموال كثيرة، لكن مع هذا كان زاهدا رحمه الله تبارك وتعالى. علي كان أمير المؤمنين كان زاهدا، عمر بن الخطاب كان أمير كان زاهدا. فكثرة المال لا تدل على عدم الزهد، الزهد أن لا تدخل الدنيا إلى قلبك، هذا هو الزهد.